بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الشابتر الخامس في الجنرال باثولوجي اللي هو النيوبليزيا. تمام. طبعا الشابتر ده مهم جدا، طبعا هو بيتكلم على الأورام وتعريفها والفرق ما بين الأورام الحميدة والأورام الخبيثة وإزاي إحنا بنفرق ما بينهم وإيه الكرايتيريا بتاعت ده والكرايتيريا بتاعت ده. فموضوع طبعا النيوبليزيا موضوع حيوي وموضوع خطير، وطبعا كلنا بقى دلوقتي بنشوفه في كل مكان يعني، وفي كل التخصصات. تمام. فمهم ان بقى ان احنا بقى عندنا يعني بيز كويسة كده، معلومات كويسة عن النيوبليزيا، عشان برضو واحنا بنتعامل مع العيانين وكده نبقى فاهمين مدى خطورة المرض ونقدر يعني الايه الموضوع النيوبليزيا ده. فاحنا ان شاء الله نقسمه يعني على كذا محاضرة. هنبتدي النهارده بس كده بالايه انترودكشن واللي هي النيوبليزيا والكلاسيفيكيشن بتاعتها ونقسمها ازاي وبنفرق ازاي ما بين البيناين والماليجنانت والبوردر لاين تيومرز. كل الكلام ده طبعا هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله. هنبتدي اول حاجه يعني ايه تعريف بسيط كده، او ان احنا بنخلط الكلمه. ايوه نعم. صفحة كام في الكتاب؟ صفحة كام في الكتاب؟ صفحة 86. زي ما بنقول النيوبليزيا اللي احنا كنا طبعا لسه هندخل في الديفينيشن ونتكلم عليه. انا بس البي دي اف ده هنتكلم فيه على شوية حاجات بسيطة كده، وبعدين هنرجع برضو نشرح من الكتاب تاني. تمام. فكلمة نيوبليزيا زي ما احنا مقسمينها كده معناها نيو جروس، هي نيو لوحدها دي يعني جديد نيو، وبليجيا معناها جروس زي ما خدنا قبل كده الهايبر بليجيا وكده. فقلنا ان الهايبر بليجيا ده increase the size of organ due increase the number of its constituent cells، يعني في جروس في زيادة في عدد الخلايا. تمام. فنيوبليزيا دي معناها جروس، فلما اقول ان دي نيوبليزيا معناها ان ده نيو جروس، يعني حاجة جديدة طلعت في الجسم ما كانتش موجودة قبل كده. تمام. هي ظهرت كده من العدم، يعني ما كانش في حاجه قبل كده في المكان ده، وبدا يظهر فيه كلكوعه، بدا يظهر فيه ورم، بدا يظهر فيه ألسر قرحه، بدا يظهر فيه حاجه جديده ما كانتش موجوده قبل كده، فده بنقول عليه نيوبليزيا. يبقى النيوبليزيا ده كترم بيبقى على سواء كان بيناين او مالجنت تيومر، هي حاجه طالعه جديده وخلاص، لسه بقى هنشوف هي بيناين ولا مالجنت ونفرق والكرايتيريا والكلام ده كله. تمام. فمن كلمه نيوبليزيا معناها نيو جروس. والنيوبلازم اللي هو بقى الحاجة اللي طالعة جديدة ده اللي هو النيوبلازم أو الورم، يعني ده abnormal mass، يعني زي ما بنقول حاجة غريبة، حاجة جديدة على جسمنا ما كانتش موجودة قبل كده. abnormal mass of tissue characterized by excessive autonomous growth without function. excessive autonomous، autonomous يعني بينمو من تلقاء نفسه، يعني هو عمال بيكبر، هو طلع طبعا لوحده من غير الجسم ما يحتاجه، من غير stimulus، من غير ما يكون له داعي ولا اي حاجة خالص، وعمال بيكبر وغالبا ما بيبقاش له وظيفة، لان اصلا هو مش من الحاجات الاساسية ولا من الكونستيتيونس الاساسية بتاعت جسمنا، فهو اكيد ملوش وظيفة. تمام. فكلمة نيوبلازم بقى كده معناها ايه؟ abnormal growth او abnormal mass of tissue characterized by excessive autonomous growth، يعني بينمو كده من تلقاء نفسه ملوش اي حاكم ولا رابط ولا اي حاجه خالص، وكمان من غير function، بالعكس ده هو بيضر الجسم ومش بيقوم بوظيفه ولا حاجه، هو بينفع نفسه لكن طبعا بيدمر جسم الانسان او جسم البيشنت اللي هو طالع فيه. تعريف برضو ابسط او ديفينيشن تاني اسهل بكتير اللي هو سيل ديفيجن وزود كنترول، في خلايا عماله تنقسم من غير اي كنترول ولا سيطره عليها. تمام. خلايا عماله تكتر تكتر تكتر، عماله تنقسم كل شويه كل شويه لحد ما تعمل لي ماس كبيره قوي تدمر بقى المكان اللي هي موجوده فيه، تعمل اوبستراكشن لو هي مثلا موجوده في اليومينال اورجان. تمام. تضغط على فايتال تيشو، تضغط على حاجه مهمه، على ارتري، على حاجه تعمل اسكيميا للاورجان اللي جنبها. تمام. تطلع على حسب بقى المكان اللي هي طالعه فيه والايه والتدمير او الاستراكشن اللي هي هتعمله. اونكولوجي، كلمه اونكولوجي معناها study of tumors in all aspects، اللي هو علم الاورام او دراسه الاورام.
تمام. فده بيبقى دلوقتي بقى برانش كده اوف ميديسن اللي هو اسمه اونكولوجي، اللي هو قسم الاورام او قسم علاج الاورام. ده بقى بيهتم بالايه، بيدرس الورم وطبيعته والعلاجات بتاعته، سواء كيميكا بتاع ده العلاج يعني الكيماوي يعني، او الكيمو ثيرابي والراديو ثيرابي العلاج بالاشعاع. والقسم او البرانش اوف ميديسن اللي مختص بالاورام كده وعلاجها ودراستها ولا بتاعتها كده بنقول عليه اونكولوجي، تمام، اللي هو study of tumors in all aspects. تمام، لو رجعنا كده يعني لأول محاضرات في الباثولوجي، أول ما بدأنا كنا بنقول إن في السيلز بتاعتنا أو الجسم بتاعنا في الوضع الطبيعي بتاعه في النورمال في حالة اسمها الهوميوستيسيس، تمام، زي ما احنا قلنا لما بيحصل له تشينج، يحصل اي انجري، اي حاجه دخلت عليه غريبه زي ما اتكلمنا في السيل انجري والديجنريشن، فبيبدا الاول ان هو يعمل ادابتيشن، ما قدرش يعمل ادابتيشن بيبتدي بقى يدخل في الديجنريشن، صح زي ما اتكلمنا. ففي مرحله الادابتيشن دي زي ما خدنا كده بيحصل فيها حاجات كتير قوي، ممكن يحصل فيها هايبربليجيا زي ما قلنا، انكريز النمبر اوف سيلز، هايبرتروفي، انكريز السايز اوف سيلز، ابليجيا. ابليجيا دي يعني ان الخلايا كلها تختفي او يحصل فيها اتروفي، دي حاجه ايه يعني بتحصل اكتر في في الديفلوبينج امبريو، في الانترا يوتراين فيتس. اتروفي زي ما قلنا، زي مثلا خدنا السينايل اتروفي والبريشر اتروفي والكلام ده كله. وفي بقى الميتابليجيا زي ما قلنا، ان بعض ان نوع من التشو تشينج اوف تايب اوف تيشو لاذر تايب اوف تيشو، وخدنا اكزامبلز عليها في الابيثيليوم وفي الميزنكايمال، وقلنا الموست كومن فيها هي حاجه اسمها السكويماس ميتابليشيا، ان الابيثيليوم يتغير من اي نوع يروح يبقى سكويماس، لان السكويماس قلنا بيبقى مور ريزيستنت، تمام. وعرفنا ان الميتابليشيا دي حاجه خطيره لانها بيري كانسرس، بتمهد بعد كده لظهور الاورام الخبيثه. وكان في حاجه اخيره اللي هي الديسبليجيا، وقلنا ان احنا هنتكلم عليها مع النوبليزيا او مع الشابتر الاخير خالص. فاحنا دلوقتي هنبتدي بكلامنا على الديسبليجيا اللي هي ممكن تحصل كمرحله من مراحل الادابتيشن قبل ما الجسم بعد كده يدخل في ان هو يكون تيومرز يعني. فالادابتيشن ده اللي بيحصل، تمام، ده برضو ده الحاجات اللي هي نون نيوبلاستيك، ده الطبيعي يعني اللي هو ما فيهوش خطر ان احنا الجسم بيعمل ادابتيشن، ده كل ده احنا نون نيوبلاستيك. اول ما يبتدي بقى يدخل بعد مرحله الديسبليجيا دي، الديسبليجيا دي بقى هي ايه كده، حط رجله على اول السلم بتاع الايه النيوبليزيا بتاع التيومرز، يا يبقى بيناين يا يبقى مالجنت، بيناين تيومرز او مالجنت تيومرز، فده اللي هنتكلم فيه ونشوف الفرق. برضو بنذكركم تاني مثلا ده رسمه توضيحيه كده ليه النورمال سيلز، لو ده الايه الصفه الطبيعيه بتاعتها بحاجه بنسميها البولاريتي. البولاريتي دي كلمه بولاريتي يعني الخلايا بتبقى مصفوفه كده بطريقه معينه ومحترمه بعضها ومحترمه البوردرز بتاعتها وليها ارينجمنت معين، ده كده بنسميه بولاريتي. في الهايبربليجيا لما خدنا انكريز النمبر اوف سيلز، الخلايا بتحصل لها ديفيجن فبتكتر بالشكل ده، برضو الخلايا في الهايبربليجيا برضو بتحترم البولاريتي، وكل خليه محترمه البوردر بتاع الخليه اللي جنبها وما بتروحش عليها وما بتاخدش من حقها. وبرضو الهايبربليزيا دي بتحصل ويزن ليميتس لحد معين، تمام، ما بتفضلش كده تحصل على طول لحد مثلا ما نلاقي الاورجن انفجر من كتر السيلز اللي عماله تكتر جواه، تمام. فهي ليها ليميتس وكمان ليها ستيمولس، هو في حاجه حصلت خلت الجسم يبتدي يخلي الخلايا اللي في المنطقه دي يحصل لها ديفيجن وتبدا تكتر في العدد ويحصل لها هايبربليجيا. لكن على العكس بقى في النيوبليزيا بتلاقي الخلايا اتغيرت تماما في شكلها، الخلايا مش محترمه، اللي طالعه جديده دي بقى ما بتعملش اي ريسبكت للنير باي نورمال تيشوز، بيبقى شكلها مختلف شويه عن الخلايا النورمال زي ما انتم شايفين كده، هنتكلم عن الكرايتيريا بتاعتها دلوقتي، شكلها مختلف طبعا، ملهاش ستيمولس، مفيش حاجه قالت لها يعني احنا عايزين خلايا اكتر فانقسمي كده وكتري الموضوع، لا. وملهاش كنترول، مش ان انا اسحب الستيمولس ده فالخلايا تبطل، لا، هي اوتونوماس زي ما قلنا وزوت اني كنترول، تمام. ففي الاول كده بنبتدي نفرق ما بين الهايبربليزيا والنيوبليزيا. زي ما قلنا دايما الهايبربليزيا بيبقى ليها فانكشن وليها كمان ستيمولس، يعني هو الجسم بيحسها على الانقسام وعلى التكاثر، فتبدا انها تتكاثر وتنقسم علشان تؤدي وظيفه معينه. لكن النيوبليزيا غالبا ما بتعملش اي فانكشن، وبالعكس فهي هارمفول، مضره لينا، واندبندنت اوف ستيمولس، ملهاش اي داعي وملهاش اي حاجه تحسها على ان هي تعمل ديفيجن وتكتر وتعمل لي النيو جروس اللي حصل ده. في الهايبربليجيا بتبقى سيلف ليميتد،
سيلف ليميتد يعني اقدر اتحكم فيها، لكن النيوبليزيا دايما بتبقى ان كنترولد، ملهاش اي مسيطر وملهاش اي تحكم خالص. الهايبربليزيا زي ما قلنا اللي هي الحاجات بتاعت الادابتيشن دي بتبقى ريفرسبل، بمجرد ان اشيل الاستيمولس او ان الحاجه اللي كانت مأثره عليها ومخلياها تعمل الديفيجن ده تروح او تخلص، فبينتهي الموضوع ده وممكن ترجع تاني الخلايا لطبيعتها تاني، فده بنقول عليه ريفرسبل. لكن النيوبليزيا بتبقى دايما irreversible، خلاص انت ماشي في سكه بقى اللي ايه اللي يروح ما يرجعش، اللي هو خلاص ما ينفعش ان انت دخلت في سكه النيوبليزيا فترجع تاني. تمام. السيلز طبعا في الكرايتيريا بتاعتها في الهايبربليزيا بتكون نورمال ان شيب اند باترن، زي ما شفنا في الصوره اللي قبلها كده، الخلايا بتبقى شكلها زي الطبيعي، يعني ده الطبيعي اهو النورمال، فهي الخلايا مقاربه كتير جدا للشكل الطبيعي بتاعها والشيب بتاعها، محترمه البوردرز، الخلايا النواه بتاعتها شكلها طبيعي، ما فيش دكتور نيوكليوميجالي ولا حاجه، السيتوبلازم برضو دكتور بالكرايتيريا الطبيعيه بتاعته كل حاجه زي النورمال سيلز بالظبط. لكن في النيوبليزيا شايفين الخلايا لا، اكيد شكلها مختلف عن النورمال، حتى اللي جنبها هي النورمال، اللي جنبها شكلها مختلف عنها خالص، ليها كرايتيريا مختلفه تماما عن الايه الكرايتيريا بتاعت النورمال سيلز اللي جنبها. فتلاقي في النيوبليزيا السيلز اب نورمال ان شيب اند باترن، وخاصه كمان لو كانت مالجنانت. تمام. ده كده بالنسبه للفرق ما بين الهايبربليجيا والنيوبليزيا. تمام. الجدول ده طبعا مهم زي ما قلت لكم في الحاجات بتاعه الادابتيشن، كان في حاجه اسمها الديسبليجيا دي احنا ما اتكلمناش عليها وقلنا هناخدها مع النيوبليجيا. فمعناها ايه بقى كلمه ديسبليجيا او ديسبليزيا دي؟ معناها ديس اوردر تو جروس او بروليفريشن للخلايا، يعني الخلايا بيحصل فيها بروليفريشن، عماله تنقسم، يحصل لها ميتوتيك ديفيجن وتنقسم وتكتر، لكن بتبقى ديس اوردرز، يعني الخلايا بيبقى شكلها مفحكش ومنحكش كده، مش زي الخلايا بتاعته الطبيعيه، وبيحصل لها حاجه اسمها بارشال لوس اوف ديفرنشيشن. يعني ايه لوس اوف ديفرنشيشن؟ يعني ما بقتش شبه الخلايا النورمال اللي هي طالعه جنبها او اللي هي طالعه منها. تمام. كلمه ديفرنشيشن دي معناها ريسمبلانس تو تيشو اوف اوريجين، يعني ان الخليه دي شبه التيشو او المذر تيشو بتاعتها، ان هي شبه النورمال تيشو اللي هو طالع منه. يعني انا لو ايبيثيليال سيلز المفروض ابقى شبه الايبيثيليال سيلز اللي انا طالعه منها، لكن لما بيحصل عندي ديسبليجيا لا، الخلايا بتبقى شكلها مختلف، بدل ما هي مثلا كولامينر سيلز تبدا تبقى راوندد، تبقى البوردرز بتاعتها irregular. تمام. فالخلايا بتبقى شكلها مختلف ديفرنس عن النورمال تيشو اللي هي طالعه منه. تمام. دي بنشوفها فين الديسبليجيا دي؟ ممكن نشوفها في الابيثيليال سيلز بعد الكرونيك انجري او الكرونيك اريتيشن، بقى اللي هي بقى ايه زي ما قلنا كده زي في حالات الميتابليجيا كده، الخلايا الاول تبدا يحصل لها ميتابليجيا، بعد كده يبدا يحصل فيها ديسبليجيا، تبدا الخلايا بقى شكلها يتغير. يتغير يا ازاي دكتور، يعني؟ ايوه حضرتك بتشرحي من PDF غير الكتاب يا دكتور؟ ايوه انا مش عارف اتابع ورا حضرتك، لان حضرتك بتشرحي من PDF والكتاب حاجه تانية. معلش، ما هو بس ركز معايا في الجزء ده وبعد كده هنرجع تاني للبي دي اف بتاع الكتاب. انا بس بنمهد كده للموضوع يعني. تمام يا دكتور. فاحنا بنتكلم دلوقتي على الديسبليجيا، فبنقول لك ان الخلايا لما بيحصل فيها ابنورمال بروليفريشن بقول لك انها بتبقى مختلفه شويه عن التشو اوف اوريجين بتاعها. يعني ايه مختلفه؟ يعني يبدا النواه تحصل فيها نيوكليال انلارجمنت، النواه تبدا تكبر عن الحجم الطبيعي بتاعها، فيحصل حاجه اسمها انكريز الان سي ريشيو. يعني ايه الان سي ريشيو ده؟ عشان هنشوفها كتير بعد كده، وخاصه لو الخلايا دي بقت مالجننت، يعني انكريز النيوكليار تو سيتوبلازميك ريشيو، يعني النيوكليس بتكبر قوي على حساب السيتوبلازم. النواه تبدا تبقى مزرقه زياده عن اللزوم. مش احنا خدنا قبل كده في الاول خالص في اول محاضره خالص ان احنا لما بنيجي نصبغ التيشوز الخلايا بتبقى النيوكليس بتاعتها بتبقى لونها ازرق بتاع الايه الهيماتوكسيلين، والسيتوبلازم بيبقى لونه احمر بتاع اليوسين. اهو انا بقى اقول لك في حاجه اسمها هايبر كروميجيا. يعني ايه هايبر كروميجيا دي؟ يعني الخلايا بقى النيوكليس بتاعتها كبرت قوي وبقت زرقاء زياده عن اللزوم. ليه؟ لان المالجنت تيومرز بشكل عام بتبقى الخلايا اللي بيتغير بقى الدي ان ايه، وبتتغير الكروموسومز وبتتغير الجينات. مش عايزه بس ادخلكم في تفاصيل زياده عن اللزوم، بس دي من الكرايتيريا الاساسيه بتاعت الديسبليجيا اللي بتكمل معانا بعد كده في المالجنت تيومر. عشان كده بقول لك ان الديسبليجيا دي بتعتبر بري مالجنت. بري مالجنت يعني السلمه الثانيه بقى في المالجنسي، يعني الخلايا الاول ممكن يحصل فيها الميتابليزيا اللي هو السلم الاولاني،
بعد كده يحصل فيها ديسبليجيا، دي السلمه الثانيه. بعد كده بقى على طول بتيجي داخله في المالجنسي وتيجي عامله لي مالجنت تيومر على طول. تمام، يبقى تاني حاجه في البري مالجنت خدنا اول حاجه قبل كده اللي هي الميتابليجيا، بعد كده الديسبليجيا. تمام، وطبعا بتبقى اسوشيتد ويز انكريزد ريسك اوف ديفلوبمنت اوف كانسر، يعني التشو ده اللي بيحصل فيه ديسبليجيا ده بيبقى معرض جدا جدا ان هو يحصل له مالجنت ترانسفورميشن ويبدا يبقى ورم خبيث. تمام، فدي الكريتيريا هي بتاعه الديسبليجيا، اللي بنقول لك فيه انكريزد النيوكليار سايز اللي هو الان سي ريشيو، تمام، انكريزد الكروماتين كونتنت، ودي اقدر اقول عليها هايبر كروميجيا، انكريزد الميتوزيس، وده طبيعي، انا عماله اقول لك ان الخلايا عماله تنقسم، فانت طبيعي ان تلاقي فيه شكل الخلايا وهي بتنقسم كتير قوي. يعني مثلا لو ده عندك شكل النورمال سيلز، تمام، الخلايا تبقى مصفوفه كده جنب بعضها على حاجه اسمها البيزمنت ميمبرين، تمام، انت بس اتبع معايا الشكل ده. شوف بقى لما يحصل فيها ديسبليجيا الخلايا بتبدا تعمل ازاي، تبدا تبقى اكتر طبعا من الطبيعي، تبدا تبقى شكلها مختلف شويه عن الطبيعي. ايه الاختلاف؟ شايفين النيوكليوس بقى حجمها كبير، النيوكليوس بقت مور كروماتيك اللي هي بنسميها انكريزد الكروماتين كونتنت او هايبر كروميجيا، يبدا يحصل فيها كمان إيه نشوف فيها اشكال انقسامات كتيره جدا وكمان اشكال مختلفه. تمام، طب السيلولار ابنورماليتيز على مستوى السيلز بقى تلاقي فيه فاريشن ان سايز اند شيب. شايفين هنا احنا الخلايا الطبيعيه كلها قد بعضها، تمام، السايز والشيب بتاعها تقريبا شكل بعضها، تحس انها كده ميه واحده زي ما بيقولوا. لكن المالجنانت تيومرز او الديسبليجيا يعني اللي هو البري مالجنانت كونديشن او الستيب اللي هي قبل المالجنانسي، انك تلاقي الخلايا بقى شكلها ملخبط، واحده كبيره قوي، واحده صغيره قوي، واحده تلاقيها مالتي نيوكليتد جاينت سيل. فالشكل ده بنقول عليه بليومورفيزم. يعني ايه بليومورفيزم؟ يعني الخلايا شكلها ملخبط، تحس ان في حاجه مش طبيعيه، مش ده الشكل الطبيعي بتاع الخلايا اللي خلقها ربنا. الخلايا الطبيعيه كلها تقريبا كده ايكوال في السايز اند شيب، كلهم قد بعض في الشكل وفي الحجم، لكن الخلايا اللي بيبقى فيها ديسبليجيا بتبقى مختلفه عن بعضها في الشكل والحجم، فبقول عليها بليومورفيزم، كلهم واحده كبيره، واحده صغيره، واحده مطوله، واحده مدوره، واحده كولامينر، واحده سبندل، مفيش حاجه شكل التانيه. تمام، وكل ما كانت تيومر او كل ما كانت الخلايا داخله في مالجنت تيومر اكتر ودرجه الديفرنشيشن بتاعتها اقل. يعني ايه قلنا درجه الديفرنشيشن؟ درجه التشابه بتاعتها مع المظهر تيشو بتاعها اللي هي طالعه منه، تحس ان هي كده ايه خلاص داخله في سكه المالجنسي اكتر واكتر. تمام، وزي ما قلنا disordered arrangement within the epithelium اللي هي كلمه loss of polarity، كلمة loss of polarity يعني ما عادتش مترتبة كويس. شوف هنا الخلايا بقت فوق بعضها، بقى في stratification، في خلايا طويلة، في خلايا قصيرة، الخلايا خلاص فقدت الكنترول بتاعتها، بقت uncontrolled growth. في النيوبليزيا بقى بيحصل ايه؟ نيوبليزيا الخلايا بقى اللي هي الديسبلاستيك دي تبدأ بقى تأكواير بقى الايه الصفات بتاعت المالجنسي اكتر واكتر، وتنسى بقى كل الكلام ده. تمام، النيوبلاستيك تيشو او الورم يعني، وخاصه سواء كان حميد او خبيث، ده بيتكون من حاجتين اتنين، البارينكيمال سيلز اللي هي النيوبلاستيك سيلز اللي هي اللي بتكون الورم، وحاجه اسمها السبورتنج استروما اللي هو الكونكتيف تيشو اللي حواليه. زي ما اتكلمنا قبل كده في موضوع الريبير لو تفتكروا، لما قلنا ان الخلايا عشان يحصل فيها ريجينريشن اللي هي الخلايا اللي هي خاصه اللي هي الستيبل سيلز، فاكرين اللي هي ليها ليميتد كاباسيتي اوف سيل ديفيجن، دي الخلايا دي عشان تنقسم لو فاكرين قلت لكم انها لازم يكون البنيه التحتيه بتاعتها لسه موجوده. تمام، هو برضو التيومر كده ما بيتكونش من الخلايا بتاعت التيومر وخلاص، لازم له بنيه فايبرس كونكتيف تيشو ستروما، بلاد فيسلز بتغذيه، حاجات ياما بتخدم على الخلايا اللي هي بتاعت الورم دي. تمام، يبقى انا عندي اي ورم بيتكون من نيوبلاستيك سيلز وبيتكون من ستروما اللي هو الاحمر الفايبرس تيشو الاحمر اللي انتم شايفينه ده. تمام، بدون دخول في تفاصيل يعني، يبقى التيومر كومبوننتس غالبا بتكون البارينكيما اللي هو الكونكتيف تيشو اللي حواليه والستروما، اي سوري البارينكيما دي اللي هي الخلايا الاساسيه بتاعت التيومر، يعني اللي هي الخلايا اللي هي الابسيليوم او الميزنكايمال سواء اي تيومر يعني، اللي هي الخلايا الاساسيه اللي بتكونه، وفي استروما بقى اللي فيها الكونكتيف تيشو والبلاد فيس البلاد فيسلز اللي بتغذيه، وشويه من الانفلاماتوري سيلز تيجي حواليه كده. تمام، ودي بتبقى مهمه جدا جدا للجروس بتاع النيوبلازم او بتاع التيومر بتاعه. لما نيجي نقسم الكلاسيفيكيشن اوف تيومرز بنقسمها على حسب حاجات كتير قوي، بس الاول هنرجع للبي دي اف بتاعنا عشان برضو نشوف احنا وصلنا لفين، ولما نيجي نذاكر نشوف احنا بنذاكر ايه.
لما نيجي نقول الديفينيشن بتاع النيوبليزيا، قلت لك ان هو عباره عن فورميشن اوف ماس ديو تو مالتيبليكيشن اوف سيلز. وانا قلت لك ان الخلايا دي خلايا جديده نيو جروس، طالعه جديده خالص ما كانتش موجوده قبل كده وعماله تنقسم، تمام؟ والانقسام ده وزاوت كوز من غير سبب او من غير ستيمولس، وزاوت ليميت من غير حدود، تنقسم الى ما لا نهايه، وكمان وزاوت فانكشن ملهاش وظيفه، وزاوت كنترول. كل الديفينيشن بتاعنا ده بيلخص تقريبا كل الخواص بتاعه النيوبلازم او النيو جروس اللي طالع عندي ده. يبقى النيوبلازم او النيوبليزيا معناها فورميشن اوف ماس ديو تو مالتيبليكيشن اوف سيلز، عماله تنقسم بقى، لا ليها حدود لا ليها ليميتس ولا ليها سبب ستيمولس ولا ليها فانكشن ولا ليها كنترول، مش عارف اسيطر عليها، تمام؟ وخاصه كل ما كانت تيومر مالجننت كل ما كانت الكريتيريا دي موجوده اكتر وايفيدنت اكتر، تمام؟ نيوبلازم ممكن يكون بيناين يعني ورم حميد، وده غالبا بيبقى له سلولي جروس، بينمو ببطء زي ما هنتكلم بقى في الايه بالتفاصيل دلوقتي في التفاصيل بتاعه البيناين والمالجننت والفرق ما بينهم، تمام؟ مبدئيا كده البيناين تيومرز بتبقى سلولي جروينج يعني بتنمو ببطء ولوكالايزد في مكانها، تمام؟ من غير ما تعمل مشاكل كتير قوي للهوست او العائل بتاعها. لكن المالجننت تيومرز دي طبعا لا، دي بيحصل لها رابيد بروليفريشن، الخلايا بتاعتها بتنقسم بسرعه جدا، وكمان الكريتيريا التانية انها بيحصل لها سبريد ثرو اوت ذا بودي، تمام؟ يعني بتنتشر في الجسم كله، زي ما طبعا كتير مننا عارفين ان الاورام الخبيثه غالبا بتنتشر في الجسم كله. لما تشتغلوا بقى ان شاء الله، لو في حد فيكم يعني بيشتغل في الفيلد يعني يبقى عارف، او لو حد يعرفه او ريلاتيف قريب او بعيد جاله مثلا لا قدر الله ورم وكده، فبتلاقيه بيروح كل فتره يعمل سي تي ويعمل حاجه اسمها بيت سكان اللي هو المسح الذري، علشان يشوف الورم اللي عنده ده ساب المكان الرئيسي وانتشر في حته تانية ولا لا، تمام؟ فدي من الكريتيريا الرئيسيه للمالجنت تيومرز، انها بيحصل لها بروليفريشن طبعا في مكانها، وكمان بيحصل لها سبريد ثرو اوت ذا بودي، ودي بنقول عليها ديستانت ميتاستاسيس، هنتكلم عليها طبعا بالتفصيل. واكيد طبعا هو في الاخر بيعمل كوز بيسبب ديس للهوست بتاعه او للجسم يعني البني ادم اللي هو طلع فيه، الا طبعا من رحم ربي يعني الناس اللي بتلحق نفسها بدري وبتبدا تاخد الكيمو سيرابي بتاعها او الريديو سيرابي على حسب التيومر اللي عندها والريجمن او البروتوكول اوف تريتمنت اللي هيمشي عليه. وزي ما قلنا كل التيومرز ليها تو بيزك كومبوننتس، حاجتين اتنين، البارينكيما والسبورتيف ستروما. البارينكيما دي بتتكون من ايه؟ ايه هي البارينكيما؟ دي البروليفريتنج تيومر سيلز، التيومر سيلز الاساسيه، تمام؟ ودي بقى اللي بنحدد عليها نوع التيومر والبيهيفير بتاعه وشكله ايه واسمه ايه، كل الكلام ده الخلايا اللي هي بتاعت البارينكيما دي اللي هتحدده زي ما هنقول دلوقتي. السبورتيف ستروما دي قلنا ده الكونكتيف تيشو اللي هو بيغذي بقى اللي فيه البلاد فيسلز، واحيانا يبقى فيه شويه انفلاماتوري سيلز، وده طبعا بيخدم على البرايمري او اللي هي البارينكيمال سيلز بتاعت التيومر، وبيخليها طبعا انها تكمل في الجروث بتاعها وفي الديفيجن بتاعها. لما نيجي نعرف او نقول ان في تيومر، تمام؟ زي ما كنا كده بنعرف الانفلاميشن، كنا بنعرف الانفلاميشن ازاي؟ كنا بنقول ان احنا بنحط كلمه ايتس بعد اللاتين نيم اوف ذا اورجن، يعني مثلا لو ليفر تبقى هيباتايتس، لو ستومك تبقى جاسترايتس كده مثلا، تمام؟ طب اما نيجي بقى نتكلم على ان المكان ده فيه تيومر فهنقول ايه؟ قال لك بنضيف حاجه اسمها كلمه اسمها اوما، اضافه suffix اوما، ده بيبين ان ده بيناين تيومر. يعني مثلا لما اقول لك لايبوما، لايبوما اللي هو اوما دي يعني ورم حميد او ورم، لايبوما ورم حميد طالع من الليبيدز. ايه الليبيدز او الفات سيلز يعني اللي هي الدهون، اللي هو الورم الحميد اللي طالع من الدهون، فدي كلمه اوما. اوما دي بتعبر عن البيناين تيومرز، تمام؟ طب ازاي اعبر عن المالجنت تيومر؟ قال لك ليه دي بقى بتنقسم لحاجات كتير، سواء هو ايبيثيليال اوريجن ولا ميزينكايمال اوريجن. لو هو طالع من الايبيثيليال بقول عليه كارسينوما، لو هو طالع من الميزينكايمال تيشو بقول عليه ساركوما. والناس بس ما تقلقش، واحنا كل الكلام ده هنشرحه بالتفصيل واحده واحده دلوقتي، تمام؟ برضو الحته دي دلوقتي ونرجع تاني للكلاسيفيكيشن بتاع التيومر. زي ما قلنا التيومرز دي بنقسمها على حسب البيهيفير وعلى حسب التيشو اوف اوريجين.
طبعا في تقسيمات كتيره جدا، بس دي اللي هي الايه الاساسيات او المدخل للانكولوجي او للنيوبليزيا، ان انا لازم اعرف التيومر ده البيهيفير بتاعه بيناين ولا مالجنانت ولا حاجه في النص كده، بقول عليها لوكالي مالجنانت تيومرز. وكمان في اكوردنج ذا تيشو اوف اوريجين، المكان اللي هو طالع منه. اكوردنج تو بيهيفير زي ما بنقول في بيناين تيومرز، في مالجنانت تيومرز، في لوكالي مالجنانت تيومرز. ركز بقى مع بعض كده، يبقى في على حسب البيهيفير في بيناين تيومرز دي اللي هي الاورام الحميده، دي لا بتعمل انفيجن. يعني ايه انفيجن؟ يعني ما بتخترقش التشو اللي هي طالعه منه، هي بتطلع وتحوط على نفسها كده في كبسوله كده، وتقعد ايه يحصل لها سمول او سلولي بروليفريشن كده مع الوقت. غالبا دي ما بتبقاش هارمفول قوي، تمام؟ يبقى دي ما بيحصلهاش انفيجن، ما بتخترقش التشو اللي حواليها، ولا بتنتشر في الجسم، ولا بتروح في مكان تاني، هي بتفضل قاعده في مكانها، وغالبا البروجنوزز بتاعها بيبقى كويس، جود بروجنوز. وقلنا قبل كده كلمه بروجنوزز دي يعني الايه اللونج تيرم فيت، او اللونج تيرم بتاعها على المدى البعيد ايه اللي هيحصل للعيان. العيان هي غالبا ايه بيبقى فيها سلولي جروس، وما بتعملش اخطار كبيره للعيان، وما بتاثرش على حالات على حياه المريض الا في حدود معينه هنتكلم عليها. في بقى المالجنانت تيومرز، الاورام الخبيثه، ودي بقى بيحصل فيها ايه؟ لا دي بتاخد بقى، دي بتبهدل الدنيا. اول حاجه انها بتعمل انفيجن لوكالي. يعني ايه انفيجن لوكالي؟ بتخترق التشو اللي هي طالعه منه. يعني ايه؟ يعني تطلع خليه كده الاول كده اللي هي اتجننت كده وبدات تبقى مالجنانت، وتبدا تنقسم كتير قوي، وتبدا بقى تنتشر في المكان اللي هي فيه. يعني لو هي طالعه مثلا على سطح الجلد من بره، تبدا تخترق الجلد جوه بقى، وتخترق السبكوتينيوس تيشو اللي تحتيه لحد ما توصل للفات، ممكن توصل للعظم كمان اللي تحتيه والعضلات. ده بس اكزامبل كده على اقول لك انها بتخترق المكان. يعني ايه بتخترق دي؟ اللي هي كلمه انفيجن، انفيد لوكالي، بتخترق المكان اللي هي موجوده فيه. وكمان بتعمل سبريد تو ديستانت سايتس، يعني بتروح لمكان بعيد اللي هو الميتاستاس، زي ما قلنا ان الورم ينتشر في حتت كتير في الجسم، تمام؟ ده بنسميه ديستانت ميتاستاس، يعني مش بس في المكان اللي هي فيه، لا دي بتبعد بقى مع الدم ومع الليف لحتت تانية في الجسم، تمام؟ فدول التو امبورتنت كرايتيرياز بتوع المالجنانت تيومرز، انها بتعمل انفيجن لوكالي، وبتعمل ديستانت سبريد لحتت تانية في الجسم. يبقى كده البيناين لا بتخترق لوكالي ولا بتبعد بعيد، هي بتحوط على نفسها كده وقاعده في حالها. يبقى البيناين تيومرز دي اورام حلوه كده وحميده وكويسه وما بتعملش مشاكل كتيره. المالجنانت تيومرز لا، دي بتخترق في مكانها وبتبعد بعيد كمان. امال ايه بقى حكايه اللوكالي مالجنانت تيومرز دي؟ قال لك اللوكالي مالجنانت تيومرز دي بتاخد خاصيه واحده من خصائص المالجنانت تيومر، هي عايزه تبقى مالجنانت، فبتاخد خاصيه واحده من الخاصيتين بتوعه. ايه الخاصيتين بتوعه؟ ان هو بيعمل انفيجن لوكالي وبيعمل ديستانت ميتاستاسيس، تمام؟ فهي اللوكالي مالجنانت دي بقى تاخد انهي خاصيه؟ هتاخد خاصيه الانفيجن لوكالي، انفيد اونلي لوكالي، يعني بتخترق التيشوز اللي في مكانها، لكنها ابدا ما بتعملش ديستانت سبريد، ما بتروحش في حتت تانيه في الجسم. عشان كده سموها لوكالي مالجنانت تيومرز، هي بتعمل انفيجن في مكانها بس لوكال، لكنها ما بتبعتش ديستانت ميتاستاسيس. معنى كده انها خدت خاصيه واحده بس من خصائص المالجنانت تيومرز، تمام؟ يبقى تاني الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو بيهيفير، يبقى فيه بيناين تيومرز، ويبقى فيه مالجنانت تيومرز، ويبقى فيه كاتيجوري اسمها لوكالي مالجنانت تيومرز، تمام؟ طيب ده على حسب البيهيفير. طب على حسب التشو اوف اوريجين، قال لك على حسب التشو اوف اوريجين زي ما قلنا بنسمي البيناين تيومرز بان احنا بنحط كلمه اوما في اخر الاورجان نفسه او في اخر التشو. زي ايه؟ زي لو تيومر طالع من الفايبروس تشو بقول عليه فايبروما. الفايبروس تشو ده اللي هو النسيج بتاع الالياف، نقول عليه فايبروما. لو طالع من الكارتليج، الكارتليج اللي هي القرقوشة اللي هو الغضاريف، أقول عليه كوندروما. كوندرو دي اللي هي اللاتين نيم بتاع الكارتليج، تمام؟ احنا عارفين ان الطب كله بيبقى باللاتيني، اللغة الأساسية بتاعة الطب دي
فكارت الجي دي اللي هي الغضاريف باللاتيني كوندرو، نقول كوندرو اوما كوندروما. طب لو بون اقول عليها اوستيوما. طب لو جلانس، الجلانس بقى اللي هي بتاعت الابيثيليا، الابيثيليا بتاعنا اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيكفر ذا بودي سيرفيسز اند لاين اتس كافيتيز، ده ساعات الناس كده بتحب تقسمه لسيرفيس ابيثيليا وجلاندولار ابيثيليا. سيرفيس ابيثيليا اللي هو بيغطي الجسم او بيلاين الكافيتيز ده، وفي حاجة تانية اسمها جلاندولار ابيثيليا بتاع الغدد، تمام؟ هو جلاندز برضه، جلاندولار ابيثيليا. لو طلع من الجلاندولار ابيثيليا بيناين تيومر بقول عليه ادينوما. لو طلع من السيرفيس ابيثيليا بقول عليه بابيلوما. نركز تاني مع بعض في الجزء ده. طبعا المحاضرة دي من أهم المحاضرات بتاعة المنهج كله، مش بتاعة النيوبليزيا بس، بتاعة المنهج كله، لأن هي دي هتقابلها في حياتك كتير، ولازم طبعا انت هتحتك بمرضى هيسألوك لو الدكتور مش موجود والنبي شوف لنا التقرير ده، طب العيان عنده ايه، طب طمنا. انتوا طبعا بتقعدوا مع البيشنتس فترة أكتر من الدكاترة كمان، فطبيعي إن انتوا هتسألوا أسئلة كتير جدا، فلازم تبقى فاهم وعارف الدنيا ماشية ازاي، وكمان تفيد المريض وتطمنه على أساس علمي، وتبقى عارف انت بتتكلم في ايه. يبقى احنا بنقسم دلوقتي التيومرز على حسب التيشو اوف اوريجين بتاعها، يا اما على حسب البيهيفير، قلنا بيناين ومالجنت ولوكالي مالجنت، وعلى حسب التيشو اوف اوريجين بنسميها ازاي. بنسميها ازاي؟ لو هي طالعه، لو هو بيناين تيومر طالع من الابيثيليوم، الابيثيليوم بتاع السيرفيس اقول عليه بابيلوم، الابيثيليوم بتاع الجلاس بقول عليه ادينوما. طب طالع من الميزينكايمال تيشو اللي هو مثلا زي البون والكارتليج والفايبروس تيشو اقول عليه، لو فايبروس تيشو اقول عليه فايبروما، لو كارتليج كوندروما، لو بون اوستيوما، تمام؟ ده بالنسبه للبناين سهل جدا. طب بالنسبه للمالجننت قال لك برضه على لو هو ابيثيليوم ولا هو ميزينكايمال. لو هو ابيثيليوم بقول عليه كلمه كارسينوما، الابيثيليوم كارسينوما، يبقى هي كلمه اوما اهي بس احنا حطينا قدامها كارسين، كارسينوما اللي هو بتاعت الورم الخبيث يعني، كارسينوما. طب نسمي ازاي؟ قال لك مثلا لو عندي ورم خبيث طلع من الليفر، الخلايا بتاعت الليفر اللي هي الهيباتوس، الهيباتوسايتس، الخلايا بتاعت الليفر اسمها ايه؟ اسمها هيباتوسايتس. فلما يطلع منها تيومر ويكون مالجنانت اقول عليه هيباتوسيلولار كارسينوما، الاختصار بتاعها اتش سي سي، هتقابلوها كتير جدا الاختصار ده، اتش سي سي معناها هيباتو سيلولار كارسينوما، تمام؟ طب لو طالع من الرينال ابيثيليوم، الرينال دي اللي هي كدني كلى، لو طالع من الرينال ابيثيليوم بقول عليه رينال سيل كارسينوما، رينال سيل كارسينوما اختصارها برضو ار سي سي، رينال سيل كارسينوما. طب طالع من الجلاندولار ابيثيليوم في اي مكان بقى، والجلاندولار ابيثيليوم ده على فكره في كل حته، زي مثلا الاورام بتاعه القولون والاورام بتاعه المعده والاورام بتاعه الغدد، كل دي اقول عليها ادينو كارسينوما. كلمه ادينو دي اللي هي ادينو بتاعه الجلاند ساي، بس بعد ما كانت ادينوما في البيناين بقت ادينو كارسينوما في المالجنت، تمام؟ بيبقى شكله ازاي؟ قال لك لو هو جلاندولار ابيثيليوم عادي بيبقى جلاندز اللي هي غدد، او سكويموس ابيثيليوم لو طالع بقى اللي هو بتاع السيرفس ابيثيليوم ده، لو طالع سكويموس، لو طالع من السكويموس ابيثيليوم بقول عليها سكويموس سيل كارسينوما، تمام؟ لو طالع من الترانزيشنال ابيثيليوم بقول عليه ترانزيشنال سيل كارسينوما، تمام؟ احنا لحد دلوقتي بن ايه بنفتح وهنعيد تاني، عشان برضو الناس لو حاسه ان هي تايهه او حاسه ان الموضوع صعب، احنا هنعيد الكلام ده تاني دلوقتي كله، بس احنا ايه بناخدها واحده واحده كده بالراحه. طيب لو المالجنت تيومر طالع من الميزنكايمال سيلز بقول عليه ساركوما، هي برضو اوما اهي وبحط لها ساركوما. ساركوما ده يعني مالجنت تيومر طالع من الميزنكايمال سيلز او الميزنكايمال تيشو، اللي هم ايه الميزنكايمال تيشو زي اللي فوق دول كده. لو فايبروس تيشو اقول عليه فايبرو ساركوما، لو كارتريج اقول عليه كوندرو ساركوما، لو بون اوستيو ساركوما برضو، تمام؟ لو فاتي تيشو اللي هو الدهون
ليبوساركوما ده المالجنت. طب لو بيناين طالع من الفاتي تيشو ليبوما، تمام ليبوما، لو مالجنت ليبوساركوما. طب البلاد فيسلز، بلاد فيسلز دي بنقول عليها انجيو، انجيو تبقى انجيو ساركوما، انجيو ساركوما. طب لو لو بيناين انجيوما، بس هي غالبا بنقول عليها هيمانجيوما، تمام. فهي برضو الاسم بتاع الانجيو ده اللي هو بتاع البلاد فيسلز تبقى انجيو ساركوما، تمام. تاني يبقى ان جنرال كده البيناين تيومرز بتنتهي بالسافكس ايه؟ اوما، تمام. نحط النيم بتاع البيناين تيشو سواء ميزنكايمال او انسيليوم واحط عليه في الاخر اوما. فايبروما ده البيناين تيومر اللي طالع من الفايبروبلاست. ليومايوما او لايبوما ده اللايبوما سوري اللي هو طالع من الفاتي تيشو. لايبوما دي اللي هي الكيس الدهني، عارفين اللي هو اللايبوما اللي هي ايه؟ الكيس الدهني اللي الناس يعني في الباك اوف شولدرز وفي الباك اوف ذا نيك كده، اللي هو الكيس الدهني ده اللي بقول عليه لايبوما، تمام. ده بيناين تيومر بيطلع من الفاتي تيشو. في حاجه تانية اسمها لايومايوما. لايومايوما اوما دي برضو اللي هي الايه بتاعه البناين. امال ايه اللايومايو دي؟ اللايومايوما دي البناين تيومر اللي طالع من السموث ماسل سيلز، الخلايا اللي هي بتاعه العضلات الملساء دي سموث ماسل سيلز، لما يطلع منها بناين تيومر اقول عليه لايومايوما. ايه الليومايوما دي؟ ده بناين تيومر زي ما بقول لك كده بيطلع من السموث ماسل. موجوده فين في جسمنا يعني يا دكتوره السموث ماسلز دي؟ موجوده في كل حته، موجوده في الوول بتاع البلاد فيسلز، موجوده في الوول بتاع القناه الهضميه، برضو كل حته في جسمنا فيها سموث ماسل. لكن المكان الاكثر شهره اللي بيطلع فيه الليومايوما ده واللي موجود فيه سموث ماسلز بكميه كبيره جدا اللي هو اليوتراين الفيميل يوترس اللي هو الرحم، تمام. فالرحم ده اليوترس ده اكتر مكان بيطلع فيه الليومايوما اللي هو بيسموه دكاترة النساء الفايبرويد، اللي هو الترجمة بالعربي بتاعته الورم الليفي. خلاص خلاص، يبقى كلمة فايبروما سوري فايبرويد أو اللي هو الليومايوما يعني الاسم العلمي بتاعها الليومايوما، ده بيناين تيومر بيطلع من السموث ماسلز. والموست كومن سايت اللي بيطلع فيه اللي هو الفيميل يوترس اللي هو الرحم بتاع الفيميلز ده، لأن هو كله أصلا أورجان ده كله عبارة عن سموث ماسلز، فهو اكتر مكان بيطلع فيه الليومايوما ده. طيب لو طالعه من الاسترايتد ماسلز اللي هي العضلات المخططه بتاعت رجلينا بقى، العضلات اللي هي بتاعتنا دي بقول عليه رابدو مايوما، رابدو مايوما. في كمان كوندروما زي ما قلنا، ده البيناين تيومر اللي بيطلع من الكوندروسايتس اللي هو الكارتريج يعني، وفيه الاوستيوما البيناين تيومر اللي بيطلع من البون، في كمان الهيمانجيوما اللي هو البيناين تيومر اللي بيطلع من البلاد فيسلز، وفي الليمفانجيوما اللي هو البيناين تيومر اللي بيطلع من الليمفاتيك فيسلز، تمام تمام طب المالجنت تيومرز زي ما قلنا بنقسمها، هي طالعه من الابيثيليوم ولا طالعه من ميزينكايمال؟ لو طالعه من الابيثيليوم تبقى كارسينوما، لو طالعه من ميزينكايمال تبقى ساركوما. خلاص، يبقى الكارسينوما از مالجنت تيومر اوف ابيثيليال سيل اوريجين. كارسينوما ده مالجنت تيومر اللي طالع من الابيثيليال سيلز، والادينو كارسينوما ده برضو المالجنت تيومر اللي طالع من الجلاندز، فعشان كده بقول عليها ادينو كارسينوما. البيناين تيومر بتاعها اسمه ادينوما، تمام. ساركوما اللي هو المالجنت تيومر اللي طالع من الميزنكايمال تيشو. ساركوما ده الساركوماز او الساركوماز بشكل عام يعني دي بتبقى مور اجريسيف بكتير جدا عن الكارسينوما اللي هي سرطانات العظم والكارتليج وبتاعه الفايبروس تيشو وبتاعه البلاد فيسلز. دول الحاجات الاورام الخبيثه اللي بتطلع في الاماكن دي بتبقى هايلي اجريسيف شديده جدا وخطيره جدا عن كمان الكارسينوماز اللي بتطلع في القولون اللي هي الادينوكارسينوما او المعده او اي مكان تاني. يبقى الساركوماز مور اجريسيف عن الكارسينوم. في طبعا زي ما قلنا ان كل قاعده شواذ، يعني احنا زي ما بنتكلم بنقول ان كل حاجه كل يعني زي مثلا ما اتكلمنا حتى في الانفلاميشن، وإحنا كنا بنقول ان احنا بنضيف الايتس بعد اللاتين نيم اوف ذا اورجن، صح؟ بس قلنا في بعض الاورجنز ما بيبقاش كده، زي مثلا اللنج قلنا الانفلاميشن بتاع اللنج كان اسمه نيومونيا، تمام؟ الانفلاميشن بتاع البلوره كنا بنقول عليه بلورسي. فبرضه هنا برضه في التسمية مش كل الأورجانز بتحترم القاعدة دي. مثلا
عندك في حاجة اسمها تيراتوما. التيراتوما مع ان فيها اوما في الاخر فانت بيديك ايحاء انها بي ناين، صح؟ زي ما احنا قايلين القاعدة بتقول كده. لكن التيومرز اللي هي التيراتوماز دي تيومرز اللي بتطلع من الجيرم سيلز. الجيرم سيلز اللي هي الخلايا اللي هي الايه اللي بتبقى في الاوفري في الفيميلز وفي التستس في الميلز، ماشي؟ الخلايا دي الاورام اللي بتطلع منها غالبا بتبقى مالجنانت، تمام؟ الا يعني حاجات بسيطه جدا، بس الغالبيه العظمى بتاعت التراتومر دي بتبقى مالجنانت، دي اللي هي التيومرز بتاعت الجيرم سيلز. عندك كمان كلمه ميلانوما. ميلانوما ده برضو مع ان هو بينتهي بالاوما اللي هي تديك ايحاء ان هو بيناين، الا انه مالجنت تيومر اللي بيطلع من الميلانوسايتس. ايه هي الميلانوسايتس اللي اتكلمنا عليها زمان برضو في الديجنريشن، وقلنا ان الخلايا دي اللي هي الخلايا الصبغيه اللي موجوده في السكين اللي بتطلع صبغه اسمها الميلانين اللي مسؤوله عن البيجمنتيشن بتاع لون البشره ولون الشعر ولون العينين، ده اللي هو الميلانين، تمام؟ فالخلايا الميلانوسايتس دي لما بيجي فيها مالجنت تيومر بيبقى اسمه ميلانوما، تمام؟ فالميلانوما ده فيري فيري اجريسيف تيومر، تيومر وحش جدا، من أسوأ انواع التيومرز اللي هو الميلانوما. في كمان حاجه اسمها سيمينوما. سيمينوما ده كارسينوما اوف ذا تيستس، مع ان التيستس ده ابيثيليوم برضو بس ما بنقولش عليه حاجه يعني كارسينوما، هي اسمها كده سيمينوما، تمام؟ جايه من حاجه اسمها سيمينيفرس تيوبيولز، دي الاستراكشر الاساسي اللي موجود في التستس، مش مهم بس يعني تعرف ان السيمينوما ده لا ده مالجنت تيومر او كارسينوما طالعه من التستس. في كمان لوكيميا، زي ما بنسمع طبعا كلنا عارفين اللوكيميا اللي هو سرطان الدم، اهو ما فيهوش كارسينوما في الاخر ولا حاجه ولا حتى اوما، امال هو ايه اللوكيميا ده؟ وهو اسمه كده بقى لوكيميا، سرطان الدم اللي هو المالجنت تيومر اللي بيطلع من الوايت بلاد سيلز. وفي كمان الليمفوما. الليمفوما اللي هو طبعا الاورام الليمفاويه اللي احنا برضو بنشوفها برضو بنسمع عنها كتير، دي المالجنسي بتاع الليمفوسايتس، تمام؟ فدول كده اكزامبلز على التيومرز، بعض انواع المالجنت تيومرز اللي هي ما بتخضعش للقاعده بتاعه الكارسينوما والساركوما، بالعكس بتلاقي في اخرها اوما لكنها مالجنت تيومرز، تمام؟ طيب لما نيجي نتكلم على الجنرال فيتشرز بتاعه البيناين اند مالجنت تيومرز، هتيجي تتكلم هتفرق يعني ما بين البيناين تيومرز والمالجنت تيومرز على اساس ايه؟ قال لك على اساس البيهيفير، طبعا ده بيناين وده مالجنت، ده ما بيحترم المكان اللي حواليه، ما بيعملش انفيجن، ما بيبعتش ميتاستاسيس، الكلام ده كله. في شكله في الجروس، شكل التيومر عامل ازاي بيناين ومالجنت، شكله تحت الميكروسكوب، تمام؟ تأثيره على البيشنت، الافكت اون بيشنت، وفي الاخر خالص البروجنوزس بتاعه. طيب هناخد واحده واحده كده ونشوف الفرق ما بين البيناين تيومرز والمالجنت تيومرز. في البيهيفير اول حاجه الريت اوف جروس، هتلاقي عندك ان البيناين تيومرز غالبا بتبقى سلولي جروينج تيومرز، يعني بتنمو ببطء. مثال مثلا هتلاقي العيان في المستشفى قاعد تساله يعني الحاج انت الورم ده اللي عندك ده جاي من امتى؟ ورم كبير كده مثلا حاجه كلكوعه كده في رقبته مثلا كبيره مثلا قد ايه؟ قد البرتقانه كده، تمام؟ قد الليمونه مثلا، تمام؟ فتقول له من امتى؟ يقول لك ياه دي من 5 6 سنين وهي كانت كده، يقول لك لا دي كانت صغيره كانت مثلا قد الزيتونه كده وفي خلال ال5 6 سنين دول بقت قد الليمونه. فانت تتوقع بقى الريت اوف جروس عامل ازاي؟ انها بطيئه، فهتطمن شويه وتحاول تطمن البيشنت ان ده اكيد يعني في الغالب هيطلع بناين تيومر، تمام؟ من ايه عرفت؟ منين عرفت؟ من الريت اوف جروس. ده لو حاجه مالجنت، لا شوف بقى المالجنت تيومرز بيبقى فيها رابيد جروينج. يعني ايه برضو رابيد جروينج؟ تلاقي العيان قاعد وانت بتبص له كده وبتسلم عليه الصبح كده، ايه يا عم الحاج ايه الكلكوعه الكبيره اللي عندك دي؟ تلاقي بتاع قد الليمونه كده طالعه في كتفه، سوري قد البرتقانه كده طالعه في كتفه. الله ايه ده؟ او طالعه تحت باطه. ايه يا عم الحاج انت سبت نفسك لحد ما بقيت كده ليه؟ يقول لك والله يا ابني ده كانت ده من شهر كانت ما كنتش شايف، ما كانش في حاجه اصلا. ازاي يعني؟ اه والله زي ما بقول لك كده. فتخيل شهر تبقى من حجم الزيتونه لحجم البرتقال، انما البيناين تيومرز تاخد لها 5 6 سنين عم تجيب النطه دي كلها، تمام؟ فالريت اوف جروس مهم جدا برضو في التفرقه ما بين البيناين والمالجنت تيومرز، ان البيناين تيومرز بتبقى سلولي جروينج لكن المالجنت تيومرز بتبقى رابيدلي جروينج.
المود اوف جروث، ودي حاجه مهمه جدا جدا. يعني ايه مود اوف جروث؟ يعني بتكبر ازاي؟ قال لك انها بتجرو باي اكسبانشن، بيناين تيومرز جرو باي اكسبانشن. يعني ايه اكسبانشن؟ انها بتزق بس كده على التيشوز اللي حواليها. عارف انت لما تكون في الزحمه كده وعايز تعدي، فبتزق ده وتزق ده بس، ما يعني ايه بتزق بس عشان تعيش كده او عشان تتكيف، تمام؟ فهي البيناين تيومرز كده جرو باي اكسبانشن، انها بتزق على التيشو اللي حواليها. انما المالجنت تيومرز جرو باي انفلتريشن اند انفيجن. كلمه انفيجن اللي كانت في الاول دي، انها بتخترق التيشوز اللي حواليها، ما بتحترمش حاجه. لو طلع على السيرفس تلاقيها وتوصل للبون تحت بتخترق، عماله بتكسر في كل التيشوز اللي حواليها عشان تكبر هي، وهي مصلحتها اهم حاجه، تمام؟ فدي فرق جوهري ما بين البيناين تيومرز والمالجنت تيومرز، ان البيناين تيومرز جرو باي اكسبانشن، while malignant tumors grow by infiltration and invasion. طب ال recurrence after removal، لما اشيل التيومر. ال benign tumors غالبا ما بيحصل لهاش ريكير، ما بترجعش تاني، not recur. ما بشيل الورم، لايبوما بقى بتاع ده، الكوندروما، الاستيوما، الحاجات دي لما بنشيلها ما بترجعش تاني. لكن ال malignant tumors غالبا بترجع تاني، وخاصة بقى لو هي ما اتشالتش كويس، او لو كان فيه ما اتشالش بسيفتي مارجن. يعني ايه سيفتي مارجن؟ يعني دايما المالجنت تيومرز بتبقى منتشره في المكان اكتر ما احنا متخيلين، تمام؟ بتبقى بعت خلايا بعيد كده عن المكان اللي هي قاعده فيه، فاول ما احنا بنشيل التيومر من مكانه بجراحه، ممكن الخلايا اللي هي كانت بعيده شويه دي تبدا انها تنمو تاني وتعمل لي اورام تاني، فده اللي مسؤول عن الريكرنس، ان التيومر بيرجع تاني، تمام؟ طيب اللوكال انفيجن اند ميتاستاسيس، زي ما قلنا ان البيناين تيومرز ما بترجعش تاني وما بتعملش انفيجن، دونت انفيت، تمام؟ ما بتعملش اي تيشو ديستراكشن ولا انفيجن ولا تبعت ميتاستاسيس. لكن المالجنت تيومرز لا، دي لعبتها بقى، ده دي الاساس عندها، انها بتنفيت، انها بتعمل ديستراكشن في المكان اللي هي فيه، وانها كمان بتبعت ديستانت ميتاستاسيس في الاماكن البعيده عنها. ده صوره كده بتوضح المود اوف جروس. المود اوف جروس اللي هو ازاي التيومر بينمو، اقول لك البناين تيومرز زي الابنورمال سيلز بتاعت البناين تيومرز جرو باي اكسبانشن، بتزق على النورمال تيشوز اللي حواليها، وتحس دايما ان ليها كبسول زي ما هنقول دلوقتي، كبسول يعني حاجه محوطه عليها كده. لكن المالجنت تيومرز جرو باي انفلتريشن، كل خليه ماشيه في اتجاه. فحتى كده لو منكم يعني اللي هيشوف اشعه بتاعت عيانين بتوع مالجنت تيومرز ولا حاجه، خاصه البريست تيومرز يعني، فتلاقي ان التيومر مشعب كده، باعت اطراف كتير كده، تمام؟ فده التشعيبه دي، او هو مخترق للتيشوز اللي حواليه كده، ده اللي هو الانفلتريشن، ده المود اوف جروث بتاعه، ان هو بينمو بيه الانفلتريشن. زي ما هنقول اهو الجروث بيكتشر جات لنا اهي. التيومرز اللي بتطلع فيه الاورجنز دايما بتبقى سمول ان سايز، تبقى ريجولار ان شيب، ده البناين تيومرز يعني اللي هي ايه؟ بتحترم بقى الايه؟ التيشوز اللي حواليها كده، وتحس انها ايه؟ محترمه كده وبنت ناس شويه يعني. تلاقيها سمول ان سايز، تلاقيها ريجولار ان سايز اند شيب، شكلها مدور يعني كده، شكلها متطول، تمام؟ تقدر ترسم الحدود بتاعتها كده، تطلع ايه؟ متساويه كده وكويسه. يوجوالي كبسوليتد، دايما او غالبا بيكون عليها كبسول، تمام؟ لما تيجي تقطع التيومر كده وتبص عليه، ما تلاقيش ان هو فيه areas of hemorrhage او necrosis، يعني كله حتت كده ايه، solid عادي يعني. لكن المالجنت تيومرز لا، دي غالبا بيبقى حجمها كبير زي ما قلنا، لان هي ليها rapid rate of growth، الشكل بتاعها يبقى irregular، بتبقى ملهاش كبسول، ممكن يبقى غالبا بيبقى فيها hemorrhage ونكروزس في الكات سيكشن بتاعها. غالبا التيومرز اللي بتطلع في السيرفس ابيثيليوم حتى لو بيناين ما بيبقاش عليها كبسول، حاجه بنسميها البابلوما، تمام؟ عارفين البابلوما دي اللي بتطلع لناس كتيره على الجلد كده من بره، عامله زي الصمت كده، عارفين الصمت؟ هو البابلوما دي نوع من الصمت، تمام؟ او يعني الصمت ده نوع من البابلوما، فده غالبا ما بيبقاش عليه كبسول، تمام؟ بس بتبقى عامله زي ايه، حاجه كده ملزوقه على سطح الجسم من بره، فممكن نقول عليها سيسايل او بدنكيوليتد، يعني يا اما لازقه على الجسم من بره كده على طول، او لها بيديكل او ستوك كده، يعني حاجه ماسكاها بالسيرفس اوف ذا بودي من بره، تمام؟ طيب انما التانيه بقى اللي هي بتطلع بقى من السيرفس لو هي مالجننت، لا دي ممكن تبقى شكلها عامل زي ما تكون فانجيتنج ماس، يعني ماس كبيره كده، تمام؟ او تاخد شكل الالسر، مالجننت الالسر، او تعمل طبعا انفيجن وانفلتريشن تحت في الايه، التيشوز اللي تحتها. هوضح الكلام ده بصوره دلوقتي.
مثلا ادي منظر للبيناين تيومر اللي طالع في اورجن، تمام؟ بيناين تيومر مثلا طالع في الليفر مثلا، او طالع في المصل، او طالع في اي مكان، تمام؟ فتلاقيه على طول كده محوط بكبسول، تمام؟ الشيب بتاعه حتى تحس ان هو مدور شويه او اوفال شويه، بس شكله مدور ومحترم يعني، تمام؟ الكات سيكشن بتاعه هوموجينس، كله حته واحده او ميه واحده، تمام؟ ملوش دعوه بالسكين اللي فوقيه، ما بيخترقوش، ما بيعملش فيه قرح، ما بيعديش حدوده خالص، ولا حتى بالتشو اللي حواليه، لان هو بيبقى الجرو باي اكسبانشن، هو بس بيزق على التشو بس عشان ياخد فرصه ان هو يكبر ويثبت وجوده يعني، تمام؟ طب لو طالع على السيرفس ابيثيليوم زي ما قلنا، بيبقى ماس كده، يا اما تبقى سيسايل لازقه على السيرفس اوف ذا بودي من بره على طول، او تبقى بدانكيوليتد يعني ليها بيديكل او ستوك، ليها عصايه كده ربطاها بالايه؟ بالسكين من بره، تمام؟ لحظه بس كده يا شباب، لحظه واحده. طيب كده احنا ده الجروس بتاع البي 9. طب الجروس بتاع المالجنانت اهو زي ما انت شايف كده، لو طالع في اورجن، ده الوصف اللي احنا كنا بنوصفه، تلاقيه انفيزيف جروس، شايف التيومر ماشي اهو كده، شوف تلاقي باعت حته كده تخترق هنا وحته هنا وحته هنا وحته هنا، مش ملوش شكل محدد، تحس ان انت ما انتش عارف ترسمه، ملوش شكل محدد ليه؟ كل من كل مكان مطلع خلايا تخترق من هنا ومن هنا ومن هنا، عايز يكوش على كل حاجه كده، زي ما تقول كده يعني، تمام؟ فتلاقيه انفيزيف جروس، تمام؟ تلاقيه مخترق السكين اللي فوقيه، يعمل ألسريشن على السكين فوق لانه الخلايا بتعدي، تمام؟ كمان من الكرايتيريا المهمه بتاعه ان هو بيعدي على البلاد فيسلز وعلى الليمفاتيك فيسلز ويخترقها، عشان بعد كده طبعا بيمهد ان هو يبعت ميتاستاسيز سواء في الليمف نودز اللي حواليه او في ديستانت اورجانز بعيد زي البون، العظم، زي الرئه، دي اورجانز من الاورجانز اللي هي مهمه جدا في مواضيع الايه؟ في مواضيع الميتاستاسيس، انك تعمل بيت سكان مسح ذري عشان تشوف فيه ميتاستاسيس في البون ولا لا، انك تعمل سي تي على الشيست او بلفي ابدومينال عشان تشوف هو وصل للليفر ولا لا، وصل لللنج ولا لا، راح للرئه ولا لا، دي اورجانز مهمه. كل الايه؟ المالجنت تيومرز بتبعت ميتاستاسيس للحتت دي. الكات سيكشن بتاعه تلاقي فيه هيموريدج، حتت بتنزف، تلاقي فيه نيكروزس، حتت متدمره وميته، ليه؟ لان هو بيكبر بسرعه، بايوند ذا بلاد سبلاي، البلاد سبلاي اللي جاي له مش مكفي نسبه البروليفريشن اللي عنده، ففي خلايا بتموت، وفي خلايا تانية طبعا بتنقسم بسرعه وتجدد في حته تانية، هو مستمر يعني شغال، تمام؟ طب اللي بيطلع في هولو اورجان زي مثلا القولون مثلا، ده اللي بنقصد بيه اللي هو طالع في هولو اورجان، يعني ايه؟ قناه مثلا، فتلاقيه مثلا ممكن يعمل لك فانجيتنج ماس بالشكل ده، فانجيتنج ماس يعني ماس كبيره. طب لو طلع ماس كبيره بالشكل ده في اورجن، ممكن تعمل اوبستراكشن، تمام؟ فهتلاقي عيانين مثلا جايين بسرطان في القولون، جاي اول برزنتيشن ليه ان هو عنده انتستاينال اوبستراكشن، معدته الامعاء بتاعته مقفوله لان التيومر كبر قوي لدرجه ان هو قفل اليومن خالص، تمام؟ او يبقى التيومر يعمل له مالجنانت السر، قرحه بس مالجنانت، تمام؟ ومن الكرايتيريا بتاعت المالجنانت السر ان الايدجز بتاعتها بيبقى حاجه اسمها ريزد ايفرتد ايدجز، دي كلمه مهمه قوي في المالجنانت السر، ان الحواف بتاعتها بتبقى طالعه لبره وقلبه لبره كده، فيسموها ريزد ايفرتد مارجن. فتلاقي المالجنانت السر ده يبقى العيان هيجي يشتكي غالبا من بليدنج نزيف، تمام؟ او انها تعمل برضو انفلتريشن لجوه في الوول بتاع اليوم نفسه، بتاع الاورجن نفسه، يعني ده الجدار اهو بتاع القولون اهو، تلاقي التيومر بقى ايه؟ بدل ما يطلع لبره ويعمل ماس، لا يدخل لجوه ويتخن الوول بتاعه بالشكل ده، وممكن يبقى يتخن في حتت اكتر من حتت تانيه، فبتلاقيه بالشكل ده infiltrating pattern. تحت الميكروسكوب بقى الخلايا زي ما قلنا نفس الوصف بتاع الديسبليجيا كده اللي كنا بنتكلم فيه في الاول. في البناين ده طبعا في المالجنت، في البناين بتلاقي الخلايا لا الى حد ما شكلها ايكوال ان سايز اند شيب، تمام؟ تبقى النيوكليس بتاعتها ريجولار، النورمال ان سي ريشيو اللي هو النيوكليس على السيتوبلازميك ريشيو، تمام؟ تلاقي الميتوتيك فيجرز، الخلايا بتاعت البناين تيومرز ما بتنقسمش بسرعه، فتلاقي الميتوتيك فيجرز مش موجوده، او ما لو موجوده تبقى واحده ولا اتنين رير يعني. ما تلاقيش البليومورفيزم الفظيع ولا التيومر جاينت سيلز الفظيعه اللي تبقى موجوده في المالجنت تيومرز،
لا في المالجنانت تيومرز لا، البليومورفيزم ده اساسي، خلايا ما فيش واحده فيهم شكل التانيه، تلاقي فيه نيوكليار بليومورفيزم، النيوكلياي كمان مش شكل بعضها، تلاقي فيه الهايبر كروميزيا زي ما قلنا، وفيه انكريز في الان سي ريشيو، تلاقي فيه مايتوتيك فيجرز كتير، اشكال كتيره من الانقسامات وكمان اب نورمال. تمام، الديفرنشيشن غالبا بتبقى البيناين تيومرز ويل ديفرنشيتد، وقلنا ديفرنشيشن يعني ايه؟ يعني الديجري اوف ريسمبلانس تو ذا تيشو اوف اوريجن، درجه السيميلاريتي او التشابه ما بين الورم والتيشو اللي هو طالع منه. تمام، فالويل ديفرنش التيومرز البيناين غالبا بتبقى ويل ديفرنشيتد، بتبقى شبه قوي النورمال سيلز اللي هي طالعه منها، لكن المالجنانت تيومرز بتبقى ليس ديفرنشيتد، ودي بقى بتاخد درجات، بقى تاخد درجات نسميها جريدز زي ما هنتكلم بعد كده في الجريدنج اند ستيجنج اوف مالجنانت تيومرز. طيب نرجع بقى تاني كده للكتاب بتاعنا ونشوف ايه اللي مكتوب فيه. قلنا مثلا على الجزء بتاع اهو الديفرنس ما بين الهايبربليجيا وقلنا النيوبليجيا زي ما شرحناها اتكلمنا عليها دي بالتفصيل عشان ما نعيدش بقى. هنشوف الكرايتيريا اوف تيومرز اهي، بقول لك ان التيومرز بتنقسم الى بيناين ومالجنانت على حسب الكلينيكال فيتشرز بتاعتها والبيولوجيكال بيهيفير وكمان المورفولوجي بتاعها اللي هو شكلها تحت الميكروسكوب زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. فبرضو زي ما قلنا في اكسبشنز، في كل مكان في اكسبشنز، بعض التيومرز يبقى شكلها زي ما تكون بيناين كده وشكلها الخلايا شكل بعضها وشويه، لكن لها بيكون لها مالجنانت بيهيفير، بس طبعا دي رير شويه. تمام، فعدي يعني الحته دي، خلينا في الايه الطبيعي بتاعنا. لما نيجي قلنا نتكلم على التيومرز بنقسمها على حسب الريت اوف جروس، الكانسر فينوتايب اند ستيم سيلز لو هي طالعه من خلايا جذعيه، وقلنا كمان الكلينيكال والجروس فيتشرز بتاعتها وتحت الميكروسكوب، وكمان السبريد سواء لوكال انفيجن او اللي هو بنقول عليه دايركت او الميتاستاسيس، والاثنين دول بيبقوا موجودين في المالجنانت تيومرز. وقلنا بقسمنا على حسب التيشو اوف اوريجين لابيثيليال وميزينكايمال، وعلى حسب البيهيفير بيناين ولوكال مالجنانت ومالجنانت، وعلى حسب السيتولوجي اللي هو الديجري اوف ديفرنشيشن، ودي هنتكلم عليها في الجريدنج. ده الجدول ده بيقول لي اللي هي الجزء بقى اللي انا كنت بتكلم فيه بتاع التسميه اللي هي النومينكليتشر. دي يعني ايه كلمه نومينكليتشر؟ يعني التسميه بتاعه النيوبلازم. لو التيومر طالع من السيرفس ابيثيليوم اللي هو الكفرنج سكويموس ابيثيليوم مثلا، اقول عليه سكويموس سيل بابيلوما لو بيناين. لو لوكالي مالجنانت، اكزامبل بقى على اللوكالي مالجنانت اللي بيطلع من الكفرنج ابيثيليوم ده، تيومر اسمه بيزل سيل كارسينوما. تمام، بيزل سيل كارسينوما ده اول اكزامبل اهو لللوكالي مالجنانت تيومرز. طب المالجنانت بقى اللي هو المالجنانت الصريح بقى ده اسمه سكويموس سيل كارسينوما. طب لو طالع من الترانزيشنال ابيثيليوم، هو ايه الترانزيشنال ابيثيليوم ده اصلا موجود فين؟ الترانزيشنال ابيثيليوم ده اللي موجود في اليورينري بلادر، في المثانه البوليه، وفي حوض الكلى، وفي اليوريتر، في الحالب، وفي اليوريثرا، الجزء ده كله، الجهاز البولي ده كله. تمام، ده بيبقى متبطن بنوع من الابيثيليوم اسمه ترانزيشنال ابيثيليوم. تمام، فده لو طلع منه بيناين تيومر اقول عليه ترانزيشنال سيل بابيلوما. تمام، ده ما بيطلعش منه لوكالي مالجنانت، لكن بيطلع منه مالجنانت بنقول عليه ترانزيشنال سيل كارسينوما، اللي هي غالبا اللي هو الورم الخبيث بتاع المثانه، اللي هو اسمه ترانزيشنال سيل كارسينوما، تي سي سي، الاختصار بتاعه تي سي سي. تي سي سي يعني ايه؟ ترانزيشنال سيل كارسينوما، لان هتشوفوا الكلام ده في التقارير بتاعه الدكاتره وبتاعه الاشعه كتير. طب اللي هو كولامينر، لو طالع من الكولامينر ابيثيليوم بقول عليه كولامينر سيل بابيلوما. طب الجلاندولار ابيثيليوم زي ما قلنا يا اما ادينوما او في حاجه تانية اسمها سيست ادينوما. يعني ايه سيست ادينوما؟ يعني ادينوما بس بقى فيها سيستيك تشينجز، كونت زي حتت فاضيه كده او اكياس. لو طالع من الجلاندولار ابيثيليوم لوكالي مالجنانت تيومر ده اسمه كارسينويد، كارسينويد تيومر. طب لو طالع منه مالجنانت تيومر زي ما قلنا بنقول عليها ادينو كارسينوما. لو هي فيها سيستيك تشينجز بقول عليها سيست ادينو كارسينوما. تمام، والحتت بقى اللي هي زي مثلا المبايض اللي هي الاوفرز بتاعت الفيميل دي اكتر اماكن بيطلع فيها السيست ادينوما والسيست ادينو كارسينوما، الاوفريان او الاوفريان تيشوز بتاعت الفيميل. تمام، اللي هو ايه النسيج بتاع المبيض ده بيطلع فيه بيناين تيومر اقول عليه سيست ادينوما، والمالجنانت بتاعه اسمه سيست ادينو كارسينوما اللي هو كيس يعني وبس مالجنانت. طب الميزنكايمال تيشوز، ميزنكايمال تيشو زي الفايبرس تيشو، لو طلع منه بيناين تيومر يبقى فايبروما.
لو طلع منه مالجنانت تيومر يبقى فايبروساركوما، الفات ليبوما، مالجنانت يبقى ليبوساركوما، السموث ماسلز بيناين يبقى ليوميوما، مالجنانت يبقى ليوميوساركوما. طب الاسترايتد ماسل رابدوميوما، المالجنانت بتاعه رابدوميوساركوما. طيب الكارتليج كوندروما، المالجنانت بتاعه كوندروساركوما. طب البون استيوما. طب الاستيوما بقى دي في بقى في اللوكالي مالجنانت اللي هو الكاتيجوري اللي في النص ده اللي هو اللوكالي مالجنانت ده، لما يطلع منه لما يطلع من البون لوكالي مالجنانت تيومر بقول عليه جاينت سيل تيومر اسمه اوستيوكلاستوما. اوستيوكلاستوما هنتكلم عليه برضو في اللوكالي مالجنانت تيومرز. طب المالجنانت بتاعه اسمه ايه؟ اوستيوساركوما. يبقى البيناين اوستيوما، اللوكالي مالجنانت جاينت سيل تيومر او اوستيوكلاستوما، المالجنانت اسمه اوستيوساركوما اللي هو سرطان العظم. بلاد سيلز بيطلع من بيطلعش منها بيناين ولا هي ولا الليمفويد، مفيش حاجات بيناين بيطلعوا من دول، اللي بيطلع منهم مالجنانت اللي هو اللوكيميا والليمفوما. تمام. بعد كده بقى يعني تمام برضو ايه زي ما قلنا برضو طب معلش هنا يا ماما. السلام عليكم يا شباب، معايا معايا يا شباب. بحضرتك يا دكتور. هو الصوت قطع من امتى؟ من دقيقة كده يا دكتور.